قضاة سبعة فطلع يربعل اللي هو جدعون الصبح بدري وكل الشعب اللي معاه ونزلوا على عين حرود وكان جيش المديانيين في اتجاه الشمال منهم عند تل مورا في الوادي. وقال الرب الجدعون الشعب اللي معاه كتير عليا عشان ازق المديانيين في ايدهم عشان ما يتخذش علي اسرائيل ويقول ايدي انقذتني. ودلوقتي نادي في ودان الشعب اللي يبقى خايف ومرعوب يرجع ويمشي من جبل جلعاد. فرجع من الشعب 22,000 وفضل 10,000. وقال الرب الجدعون لسه الشعب كتير انزل بيهم للمية فنقهم لك هناك ويبقى اللي اقول لك عنه ده يروح معاك فده يروح معاك وكل اللي اقول لك عنه ده ما يروحش معاك فده ما يروحش. فنزل بالشعب للمية وقال الرب الجدعون كل اللي يشرب بطرف لسانه من المية زي ما بيشرب الكلب فوقفه لوحده. وبالشكل ده كل اللي يركع على ركبه عشان يشرب. وكان عدد اللي شربوا بطرف لسانهم بإيدهم على بقهم 300 راجل. وأما باقي الشعب كلهم فركعوا على ركبهم عشان يشربوا المية. فقال الرب الجدعون بال 300 راجل اللي شربوا بطرف لسانهم أنقذكوا وأزق المديانيين لإيدك وأما باقي الشعب فيروح كل واحد لمكانه. فأخذ الشعب أكل في إيدهم مع الأبواق بتاعتهم وبعد كل رجالة إسرائيل كل واحد للخيمة بتاعته ومسك 300 راجل وكان معسكر المديانيين تحته في الوادي. وحصل في الليلة دي إن الرب قال له قوم انزل للمعسكر لأني زقيته في إيدك ولو كنت خايف إنك تنزل فانزل انت وفورة الصبي بتاعك للمعسكر وتسمع اللي بيتكلموا بيه وبعد كده تجمد ايديك وتنزل للمعسكر. فنزل هو وفورة الصبي بتاعه عند اخرة المجندين اللي في المعسكر وكان المديانيين والعمالقة وكل ولاد الشرق موجودين في الوادي زي الجراد والكترة والجمال بتاعتهم ملهاش عدد زي الرملة اللي على شط البحر والكترة. وجيه جدعون وكان في راجل بيبلغ صاحبه بحلم وبيقول له ادي حلم حلمته. كان في رغيف عيش شعير بيتضحك في معسكر المديانيين وجه للخيمة وضربها فوقعت وقلبها لفوق فوقعت الخيمة. فجاوبه صاحبه مفيش غير ان ده سيف جدعون ابن يؤاش راجل اسرائيل الله زق ايده المديانيين وكل الجيش. وحصل لما سمع جدعون خبر الحلم والتفسير بتاعه انه ركع ورجع لمعسكر اسرائيل وقال قوموا لان الرب زق ايدكم جيش المديانيين وقسم 300 راجل لثلاث فرق وخلى ابواب ايديهم كلهم وجرار فاضية وفانوس وسط كل جرة وقال لهم بصولي واعملوا كده وديني جاي طرف المعسكر. فيبقى انه زي ما انا اعمل بالشكل ده انتوا تعملوا ولما اضرب البوق انا وكل اللي معايا فاضربوا انتوا كمان بالابواب حوالين كل المعسكر وقولوا للرب ولجدعون. فجي جدعون والميت راجل اللي معايا لطرف المعسكر فاول الجزء الوسطاني من الليل وكان وقتها اول الحراس فضربوا بالابواب وكسروا الجرار في ايديهم. فضربت الفرق الثلاثه بالابواب وكسروا الجرار ومسكوا الفوانيس بايديهم الشمال والابواب بايديهم اليمين عشان يضربوا بيها وصرخوا سيف للرب والجدعون. ووقفوا كل واحد في مكانه حوالين المعسكر. فجري كل الجيش وصرخوا هربوا وضربت 300 بالابواب وخلى الرب سيف كل واحد في صاحبه وفي كل الجيش. فهرب الجيش لبيت شطة لسردة لطرف قابل محولة لطبع. فتجمع رجالة إسرائيل من نفتالي ومن أشير ومن كل منسة وطلعوا ورا المديانيين. فبعد جدعون رسل لكل جبل إبراهيم بيقول انزلوا عشان تقابلوا المديانيين وخدوا منهم المية البيت بارة والأردن. فتجمع كل رجالة إبراهيم وخدوا المية البيت بارة والأردن ومسكوا الأميرين بتوع المديانيين غراب وديب وقتلوا غراب على صخرة غراب وأما ديب فقتلوه في معصرة ديب. وطلعوا ورا المديانيين وجم براس غراب وديب لجدعون من الناحية الثانية من الأردن.